يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. لو انت من معجبين القناة بتاعتي انزل حالا ودوس لايك وحط لي كومنت لطيف وبعد كده كمل مشاهدة. لكن لو اول مرة تشوفني انزل تحت بسرعة، هتلاقي زرار بتاع السبسكرايب، اضغط عليه وارجع شوفني. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ جاي النهاردة اعمل معاكم رولين فراخ، وبصراحة الاتنين طلعوا أحلى من بعض. يعني مش عارفة أقول اللي بالزبدة والخضار أحلى ولا اللي بالسبانخ والموتزاريلا أحلى. الاتنين كل واحد فيهم طالع طعمه مختلف تماما. وده شكل وجبتي معاكم النهاردة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. أنا هنا معايا كيلو من صدور الفراخ البانيه. أول حاجة طبعا فكتها وغسلتها وحطيتها في المصفى، وبعد كده هدقدقها زي ما انتوا شايفين كده. هعملها بمسافة او في حجم نص سنتي تقريبا. وهخلص الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين. بعد ما خلصتها الكيسين اللي كنت مستعملاهم هفرد عليهم كده، هشوف هحتاج كام قطعة من الصدور اللي معايا او من الفريل اللي معايا. يعني الكيسين جنب بعض كده، ده حجم الرول اللي انا عاوزاه، فهشوف هيحتاج كام قطعة من الصدور اللي انا مدقدقاها دي. طبعا لو عندكم خيط لفوا الرول بالخيط، لان انا ما كانش عندي خيط للاسف، ففي حتت اتفتحت منه. بس انا بقول لكم او معوداكم ان انا اقول لكم عيب الحاجه وميزاتها، حتى لو طلعت معايا مش حلوه او شكلها منحكش شويه، عايزاها تطلع معاكم حلوه وزي الفل. فلو عندكم خيط يا ريت نلف بيه الرول بتاعنا كده. انا عرفت الكميه اللي انا محتاجه لها من صدور الفراخ، ودلوقتي ميعاد التتبيل. هضيف معلقة من الملح، التتبيلة دي هتفضل معايا طول الفيديو. نص معلقة فلفل اسود، معلقة ريحان، شوية شطة، وتوم باودر، وبابريكا، وبصل بودر. دي التتبيلة اللي هنتبل بيها الحلقة كلها او الفيديو كله. هرش زي ما انتوا شايفين كده من جنب واحد، ولما اجي احطها في الصينية هرش الجنب التاني. معايا هنا الصينية اللي هرول فيها، فرد عليها ورق، قصدي كيس، اللي هو الكيس الغذائي، وهبدأ ارص. المفروض ارص بالعكس علشان الجنب التاني هو اللي هيتبل. اهو انتبهت فرجعت تاني وحطيتهم على ظهرهم علشان اتبل الجزء او الجنب اللي هو لسه ما اتبلش. وادي شكل اول رول معانا. هشيل الباقي وهبدأ أتبل الظهر كمان بنفس التتبيلة، وهسيب حاجتي دي على جنب لحد ما احضر الحشوة اللي أنا هعملها. أنا هنا معايا سبانخ مفرزاها. هتقولي مفرزاها ازاي يا صوفي؟ أنا بعد ما خرطت السبانخ وغسلتها كويس، قطعت بصلاية مع حبة سمنة صغيرين وفص ثوم، وشوحت السبانخ وكيستها زي ما انتوا شايفين كده، وحطيتها في الفريزر. دلوقتي انا طلعتها فكت في حلة صغيرة، هقطع بصلاية صغنونة ومعاها 3 4 فصوص ثوم ومعلقة سمنة، وهبدأ اشوح السبانخ اللي معايا كويس. هي المرة الاولانية كانت واخدة تشويحة خفيفة علشان ما تبص في الفريزر وعلشان ما تنزلش مية كتير، لكن دلوقتي هشويها بغرض السوى. ادي فصوص الثوم
حطيتها على البصل وهنزل عليها بالسبانخ بتاعتي اللي فكت، وهتبل شوية من التتبيلة المعهودة. ادي السبانخ بتاعتي كده خلاص استوت ومحافظة على لونها الاخضر زي ما هو. ودلوقتي هعمل تتبيلة تانية او حشوة تانية هتشوفوها حالا. دي قطعة من الزبدة وعليها بصلاية صغننة متقطعة حلقات. احنا مش هنحمر البصل، احنا عايزين لونه يبقى شفاف يعني يدبل مش اكتر. ده اللي هيتعمل رول الزبدة والفلفل الملون. ده فلفل ملون زي ما انتوا شايفين احمر واصفر مقطعه مكعبات صغننة، وبرضو هتبله بنفس شوية من التتبيلة وهسيبهم لحد ما يدبلوا مع بعض على النار. دلوقتي جه ميعاد الرولات اللي احنا هنعملها. اول رول انا بعمله دلوقتي بفرد عليه كل قطع من الزبدة اللي هو هيبقى بالفلفل الملون، بس انا كان المفروض اسنتر الصورة شوية بس مش مشكلة. انا قطعت قطعتين كبار كده من الزبدة، شريحتين كبار، ونزلت عليهم بالفلفل الملون والبصل المتبلين. وده هيكون اول رول معايا، ممكن طبعا ازود عليه موتزاريلا زي ما انا عايزه. وده الرول التاني، بص الرول اللي هناك اهو اللي بقى باين قدامكم اهو، اللي معمول بالفلفل الملون والزبده. دلوقتي هنزل بالسبانخ بتاعتي كلها. لو اتبقى منك من السبانخ دي ما تقلقيش، حطيها في كيس وخليها في الفريزر، تقدري تعمليها سمبوسه في اي وقت، تقدري تعملي بيها اي حشوات لاي حاجه. ادي السبانخ بتاعتي وهضيف عليها الجبنه الموتزاريلا. وبرضو لو كنتوا استعملتوا خيط هيكون افضل معاكو، انا فكت مني شوية بس المهم ان طعمها كان خطير. هبدأ ارول البلاستيك الغذائي زي ما انتوا شايفين كده، وهاجي بالطرف التاني واقفل عليه وهلفه كله على بعض وهقفله زي البونبونية. وللامان اكتر هحطه في ورق في بتاع ده في بلاستيك غذائي تاني علشان اتاكد ان مفيش ميه هتدخل جوه الرولات بتاعتي. ادي رول تاني بتاع الزبده الفلفل الالوان والموتزاريلا، برضو هلفه بنفس الطريقه. شايفين؟ بهدوء من غير ما تتعصبي ولا تقلقي ولا اي حاجة. على فكرة انت ممكن تعملي قطع البانيه لوحدها بحشوات، يعني تطلعي البانيهية كده تفرديها قدامك وتحطي مثلا اذا كانت السبانخ والموتزاريلا او الفلفل الملون، وتعمليها بالستيكس، او برضو تحطيها في بلاستيك غذائي وتحطيها على النار شوية وتطلعيها تحمريها، برضو هتبقى حلوة زي التشيكن كيف او التاني ده انا نسيت اسمه الكوردون بلو. دلوقتي انا خلاص حضرت الرولين بتاعي، طبعا هلفهم في ورق فويل علشان اعرف اسويهم على النار الاول، وبرضو هقفله من النهاية زي البونبونية كده من الجنبين. بس البلاستيك الزيادة ده، وهلف الرول التاني. وياريت نحطهم في الفريزر شوية قبل ما ننزل بيهم في المية المغلية. ادي المية المغلية معايا، هبدأ انزل فيها بالرولين. مش حاطة فيها ملح، مش حاطة فيها غير شوية خل صغيرين عشان ارضية الصينية،
وده شكلهم بعد ما طلعوا. اخدوا حوالي ساعة على النار. الدهون اللي انتوا شايفينها دي المية اللي نازلة من السبانخ، وبرضو المية اللي نازلة من رول الزبدة، هي ميه على زبده، فالميه او السوائل اللي نازله من الرول التاني دي انا هحتفظ بيها مش هرميها. طلع الكيس وافتحه زي ما انتوا شايفين كده. تقدري تقدميه كده لو مش عايزه تحمريه، وتقدري تعمليه زي ما هوريك دلوقتي انا هعمله ازاي. في صينية تيفال هعمل زي ما بنعمل مع السمك السنجاري، هعمل قارب من الورق الفويل وهحط كل رول في قالب في قارب. بس خليكي حريصة وانتي بتشيلي عشان ما توقعيش الدنيا من النص. زي ما انتوا شايفين كده قفلت القارب من الجناب. معايا هنا صوص عبارة عن ايه؟ عن معلقة صلصة، عليها معلقتين زيت زيتون، عليها معلقة صغيرة ثوم مهروس، وشوية ملح صغننين، وشوية مية خفاف قوي قوي سخنين، ودوبتهم مع بعض وحدهن بيهم وش الرولات قبل ما ادخلها تحت الشواية. وزي ما قلت لكم مش هتنازل عن الصوص اللي واقع في الصينيه ده لانه كله زبده. هنزل منه شويه على الرول ده وشويه على الرول ده علشان ما يتحرقوش في الفرن. هدهن القالب التاني او الرول التاني بنفس الصوص بتاعي، وهدخل بيهم على الفرن 10 دقايق تحت الشوايه. وده شكل الرولين بتوعي بعد ما خرجوا. هسيبهم يهدوا شويه على ما احمر البطاطس واغرف الرز. ادي الرول بعد ما هيدي شويه، ما اقولكوش الريحه كانت خطيره. والمشكله ان انا بحب الفراخ بالزبده جدا، وعملتها لكم في كذا فيديو قبل كده، وكمان بعشق السبانخ. فبصراحه بقيت محتاره اكل من ده ولا اكل من ده، اكل من ده ولا اكل من ده. حطيت شويه من ده وشويه من ده، واتبقى معايا كميه كمان تكفينا احنا الثلاثه، وبكره انا وماما وابن اختي قاعد معانا شويه. ادي شكل الرول، تحفه. عارفين لو كان عندي خيط كنت لفيته وكان بقى متماسك عن كده، وكان شكله بقى احلى كمان. بس عموما في المجمل هو كانت وجبة خطيرة جدا جدا جدا. ادي الاطباق بتاعتي، الرز والرولات، جزء من دي وجزء من دي، والبطاطس المحمرة. ونسيت كمان اقول لكم اتبقى معايا 4 قطع بانيه زي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هتبلهم جزء من التتبيلة وهحطهم في كيس متفرقين عن بعض، علشان لو حبيت اعملهم في اي وقت تاني يدوب اطلعهم واحطهم في الدقيق والبيض والبقسماط. اتمنى تكون والمتي الصغنطوطه النهارده عجبتكم، ولو اول مره تشوف قناتي ما تنسانيش في السبسكرايب والكومنت اللطيف، ولو انت من متابعين القناه يا ريت ما تنسونيش في اللايك والكومنت الحلو اللي بيشجعني اعمل لكم حاجات احلى واحلى واحلى. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وايامكم كلها اعياد وفرحه وسعاده. باي باي.